جرح في الأذن صعد بنجم هذا الرجل، بينما عثرات وزلات هبطت بأسهم ذاك. مخاوف جعلت الحزب الديمقراطي الأمريكي يطرح بعض البدائل المحتملة للرئيس بايدن في حال انسحابه من سباق الرئاسة. فمن هم؟ كامالا هاريس نائبة الرئيس بايدن حالياً وتشغل منصباً مهماً، ولكن هناك مخاوف من قدرتها على الحصول على الشعبية اللازمة. غافين نيوزوم حاكم ولاية كاليفورنيا منذ عام 2019 ويعتبر أحد الأسماء المرشحة بقوة لخلافة بايدن. مارك كيلي سيناتور ديمقراطي عن ولاية أريزونا منذ عام 2022 وله خلفية في العمل كرائد فضاء سابق في وكالة ناسا. ويس مور حاكم ولاية ميريلاند منذ عام 2022 نجح في إنهاء حكم الحزب الجمهوري السابق للولاية. جوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا شغل سابقا منصب المدعي العام للولاية. غريتشن ويتمر حاكمة ولاية ميشيغان منذ عام 2019 تعد من قادة الحزب الديمقراطي وتحكم الولاية بنجاح، وحاليا يتم اختبار قدرة هاريس على مواجهة ترامب، إذ تقوم حملة بايدن بتقييم آراء الناخبين حول ذلك، وتثير هاريس قلقا بين الجمهوريين وتحظى بدعم كبار الشخصيات في الحزب الديمقراطي. وفي حال ترشح هاريس وفوزها في الانتخابات ستصبح أول رئيسة للولايات المتحدة وكذلك الأولى من أصل أفريقي وآسيوي.